السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة طبق مقبلات السلطة الروسية. طريقتها جميلة قوي وسهلة جدا، ان شاء الله كده نعملها مع بعض بسهولة وتعجبك. اول حاجة معايا مجموعة خضار كده، بسلة، جزر، بطاطس، الكمية بقى اللي انت عايزاها، وبتغطيها بمية وعلى نار وبتتسلق سلقة بسيطة كده. انا مش عايزة اهريها في السليق، انا عايزاها كده تبقى متماسكة وشكلها كويس. بعد كده صفيتها زي ما انت شايفه كده بالمصفى، وهبتدي اجهز لها الصوص بتاعها اللي هينزل الخضار ده كله فيه. هنبدا بمعلقتين مستردة كبار، ومعايا معلقتين عسل كبار. انت ممكن تستخدمي بدل العسل سكر براحتك، وتدوبيه مع المستردة. دولت بالظبط معلقتين كبار عسل، يبقى 2 مستردة و2 عسل. بعد كده هنزل بقى بمعلقتين بس كبار، يعني مثلا تقدري تقولي 4 معالق مايونيز بالنسبة للكمية اللي انا حطاها دي، يبقى 4 مايونيز و2 عسل و2 مستردة. تمام كده. وبعد كده هحط رشة ملح بسيطة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة. خلاص كده يعتبر معايا الصوص بتاعي جاهز. هقلبه لو مستخدمة سكر قلبيه اكتر وسيبيه شوية علشان تتأكدي ان هو داب معاه. اخر حاجة هحطها معلقة خل تفاح، مش كبيرة، معلقة صغيرة. وهبتدي بقى ايه اقلب تاني كده، وهنزل بقى بالخضار بتاعي على الحاجات دي كلها. عند التقليب بقى ما تقلبيش من النص، حاولي تقلبي كده من الحروف علشان الخضار بتاعك ما يتهريش وانتي بتقلبيه، ويبقى شكله في التقديم مش كويس. الطبق بسيط قوي بس كده، هي تعتبر كده الوصفة خلصت. عايزة تضيفي زيت زيتون هيديها لمعة وشكل حلو قوي، لون حلو، بس انا اكتفيت بالدسامة اللي في المايونيز. خلاص هي كده خلصت، طريقتها سهلة وبسيطة خالص. قدمتها اهو في الطبق. زينيها بقى بأي حاجة انت تحبيها، ممكن بقدونس تكسري بيها اللون ده. انا ما كانش عندي بقدونس فزينتها بسماء مزز، وهيليق كده في مزازة، وهيليق مع الطبق ده لانه في عسل ومسكر شوية فهيمشي معاه قوي. الطريقة بسيطة وسهلة، وسلطة في منتهى الجمال. طبق حلو جدا، استخدميه كده كمقبلات جنب الأطباق الرئيسية في رمضان، وإن شاء الله يعجبك. جربيها بالطريقة دي، ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تشتركي في قناتي وتسيبي لي لايك وكومنت حلو زيك. أشوفك في فيديو جديد على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.